هذا الفيديو برعاية جي فورس RTX. اليوم هاي الطلاب الحلوين المثقفين مستلمين شهايد. هذا شهادته ما شاء الله شباب مثل ما جاي يشوفون كله حلو. شوف هذا ايش قد شباب دقيقة شباب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عظيم والله العظيم وهاي قدام المتابعين وهذا الله فوق راسنا مهتمون نهاية السنة أنا هذا بيتي شايفين أي واحد منكم يجيني ناجح إلى منه مكافأة مبلغ مالي شباب تحرق القلب انه هم يعرفون هاي الشغله. السلام عليكم. اليوم اول مره قاعد بالمحل لمده ساعه واحده. ليش؟ لانه اخوي خطيه عنده شغل فقال محمد شغله ساعه وارجع لك. قلت له تمام. صدفه صارت حله طلاب المدارس، وصدفه ثانيه اليوم موزعينهم النتائج، اليوم موزعينهم الشهايه. شباب الله شاهد راح تنصدمون وياي مثل ما انا انصدمت. شباب كميه رسوب عند الطلاب ما تنوصف، كميه درجات سيئه ما تنوصف. سالتهم طالب طالب شنو السبب الرسوب هذا؟ شنو سبب هاي الدرجات؟ شوف الاجوبه شباب، اجوبه ما تدخل العقل. شوف النتائج، شوف الشهايد، واحد بسبعة، واحد بثمانية، واحد بعشرة. شوفوا خليكم وياي وشوفوا كل شيء. خلونا لايك واشتراك، قربنا جدا للأربعة مليون مشترك، فاتمنى منكم تشاركونا الفيديو الاكبر عدد ممكن وتشتركون بالقناه وتخلون لايك. قبل ادخل الفيديو جايب لكم اعلان لمده دقيقتين راح تستفادون منه. خليني احكي لكم اليوم عن منصه جي فورس RTX. هي منصة الألعاب الوحيدة اللي توفر لك مرئيات سينمائية وأكثر واقعية FPS أو فريمات عالية وأقل زمن استجابة، حتخليك تتنافس بشكل أكبر وتكون لك الأولوية وتوفر لك جودة عالية بشكل حلو وواضح. وما تقدر أجهزة الكونسولز أو أي جهاز كمبيوتر آخر ما يحتوي على جي فورس RTX للوصول لهذا المستوى والآداء والميزات. وأنتوا تعرفون إنه تجربة جهاز الكمبيوتر من سلسلة RTX روعة، وأيضا توفر لك الاختيار بين جهاز اللابتوب من سلسلة RTX أو جهاز الكمبيوتر المكتبي حسب الجهاز اللي تفضله انت. واذا كنت جديد في مجال العاب الكمبيوتر او تفكر بالتحويل من الكونسول للكمبيوتر، تقدر دائما تستخدم الكنترول المفضل لك، وبنفس الوقت تقدر تربطه على اللابتوب او الكمبيوتر حتى ترتاح وتستمتع باللعب. واكو هواي من التقنيات والميزات اللي تقدر تحصل عليها على جهاز الكمبيوتر من سلسله RTX، مثل الحصول على افضل تجربه للبث المباشر والدراسه الالكترونيه بشكل سلس، وايضا ما انسى انشاء المحتوى توفر لك تجربه العاب مثاليه وسلسه. شركة التاج أكبر شركة متخصصة للكمبيوترات واللابتوبات للألعاب في العراق. عندهم تجميعات وعندهم كروت شاشة من أنفيديا تشغل كل الألعاب وبأعلى إعدادات وبأعلى معدل إطارات، فقط على بطاقات ورسومات جي فورس RTX مع تقنية DLSS اللي تعزز لك الأداء بدون ما تضحي بجودة الصورة، وتقنية تتبع الأشعة لتجربة ألعاب سينمائية ممتعة بأسعار رهيبة. إذا أنت تريد ترقي جهازك الكمبيوتر أو تريد تشتري جهاز جديد، فشركة التاج مسوية عروض. شركة التاج هي أحد الشركات المعتمدة من انفيديا داخل العراق، رابطهم بالوصف، روحوا تشيكوا الوصف. اذا كنت تريد تشتري حاسبة او لابتوب او اي شيء يخص الكمبيوتر فرابطهم بالوصف، كل شيء تلقون عندهم هناك. نونو جاي يوجهنا على الغراض بيه شبيه. هاي اثنين بربع، هاي كلها على ربع دولة. حلو. ايه دانيال احفظ بابا، دانيال يعرفون هاي اثنين بربع، هاي واحد بربع، هاي اثنين بربع. حلو حلو، يعني هاي كلها هاي وهاي بربع. هاي الطلاب هسه راحت حلو، انا اول مره قاعد بالمحل ونونو يقول دوخ راح يصبرونك سطر ومنتظرين. هلا هلا بيهم، هلا منتظرين الطلاب تحيل، واليمان ويمان ودانيال راح نتحمل هاي المسؤوليه الكبيره. هلا الطلاب، هلا هلا عمو، هلا بكم، هلا 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 نونو ذا الطب ولا كلمة طوني. يلا عطاني الدمعة، عطاني الدمعة. هلا حبيبي، يلا عطا قاعد هناك. عم زين انت بقيت وياي كان صغر الصفر. هلا عمو، هلا 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 عمود، يلا عمود، لا لا هاي هاي بثلاثة. اليوم هاي الطلاب الحلوين المثقفين مستلمين شهايد، راح نشوف شهايد. دقيقة سمعوني سمعوني. ايه اول واحد هاي بشقد انت واقف؟ هاي بستة رفع راسه. هاي هاي انزل، هاي بشقد؟ هاي بسبعة، هاي بسبعة. الصفر احسن من الفاف. هذا بشقد؟ هاي بستة وخمسين. هاي بستة، هاي شنو هاي؟ الصفر احسن من الفاف. هذا هذا احسن واحد فيهم باثنين. تعال انا كان هم باثنين. هاي شنو هاي؟ واخيرا لقينا واحد واضع بس بواحد. نعم أربعة. هذا هذا مبين بكله. مبين مبين. شوف قبل عشان شوف. لا لا على بس. بس إذا سأل سؤال. تمام. بس لا إجابة من واحدة أنا أسألكم ما عاد واحد. شنو سبب هاي الرسوبات؟ اسمع 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 بس اسمعوني. شنو سبب هاي الرسوبات؟ والله من شيء معلم.
المعلم هسه اذا بدي شنو سبب الرسوب هذا؟ لا معلم يدرس زين بس هو ما يمشي بعقلته. ناجح ولا رسوب؟ ها؟ ناجح؟ عافيه. اسمع 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 هذا ناجح. شنو سبب الرسوبات بهاي الطلاب؟ نعم محمد عقولهم محجره؟ محمد استنى هذا محمد شنو هذا هذا شنو سبب هاي الرسوبات؟ ما يقرون ما يقرون يعني مو سبب مو بالمدرسين؟ لا المدرسين خوش مدرسين بالله. اسمع تعال انت كبير تعال شنو سبب رسوبات هاي الطلاب؟ ما يقرون. انت ناس ناجح ولا راسيست؟ لا والله طايح بالثلاثه انت ما هذا شهادته ما شاء الله شباب مثل ما جاي يشوفون كل حمر. ليش؟ ليش؟ ليش ما تكتب؟ ليش؟ ايدي ما اقدر ها؟ ايدي ما اقدر اكتب. ما تقدر تكتب؟ القراءة ايش عليك؟ اليوم اريد اسولف وياكم. تعالوا تعالوا انا افتح الحديقة. افتح الحديقة خلينا نقعد بالحديقة انا وياكم اليوم. كلها تقعد عاقة. بس ها؟ راح انصحكم نصيحة. اللي ما ياخذ النصيحة اضرت اضر. يلا شيل شيل. قعدوا قعدوا هنا قعدوا هنا. طبوا طبوا هاي فرشة اكو فرشة وين هذيك الفرشة جيبوها فرشوها. جيب الفرشة تطلع برا تقعد عاقد. لا هذا شباب وكه هذا ابن صاحبي هذا وكه تطلع برا تقعد عاقد. لا اقعد يلا تعال اقعد عاقد. افرشوا هاي الكرتونات بالقاع. هذا يوم انا مقعد وياهم. اسمع قبل كم يوم اجانا معلم معلم احد اصدقائي الله وفقه وصار معلم اجاني يشكي والله العظيم شباب وداع الجهالي والله العظيم اسمكم ما كذب عليكم والله العظيم علي الصادق ها قال المدارس هالايام اقعدوا اقعدوا بس اقعدوا الطلاب هالايام يعني مستواهم منخفض الى درجه يعني مستواكم زفت زفتي. اليوم اليوم صدفه انا شفت شهايتكم وانتم كلكم متابعيني وتحبوني صح ولا لا؟ تاخذون نصيحتي صح ولا لا؟ دقيقه اسمع ليش مستواكم منخفض؟ اريد اسال لا اريد اسال اسمع اسمع انا اسال واحد انا اسال واحد بس اقعد بس اقعد 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 بس اقعد اريد اعرف شنو السبب شباب يمكن واحد ناجح بيهم بس واحد ليش؟ لا ناجح ناجح يرفع ايده ها انت ناجح؟ ايه انا ناجح يعني هذولي ما راوني شهاداتهم بس راوني شهاداتهم بس واحد شفته ناجح شوف هاي ايش قد شباب دقيقه دقيقه شباب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ليش؟ لا خمسة خمسة ليش من هذا؟ محمد محمد ليش؟ محمد خبص شوف هذا شباب هذا بستة همية ليش؟ هذا ناجح هذا عبي عبي حبيبي ناجح هذا بدني هسه اسمع 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 تعال اسمع تعال دنا دنا عليه تعال سوي مزاج دنا هاي الطلاب شنو سبب الرسوب؟ ما يقرون ما يقرون يعني مو الصوج مو بالمعلم لا 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 المعلم كل زين المعلم المعلم وعلي زين هسه انت شنو انت ايش قلت انا باثنين انت ليش باثنين وهذا ليش ناجح ما اقرا لا لا هو بالرابع ليش ما تقرا سؤال سؤال ليش ما تقرا مستهين باللعب لعب يفيدك اللعب انت ايش تتوقع يفيدك لا اذا تعرف لا ليش ما تقرا منها هيك ها منها هيك ايوه علي السنه الجايه توعدني على وعدك شوفوا شوفوا هاي هذا وعد 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 اسمع اسمع وعد بين بين وبين المتابع اسمع وعد اسمع 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 وعد والله العظيم والله العظيم وهاي قدام المتابعين وهذا الله فوق راسنا وانتم نهاية السنة أنا هذا بيتي شايفين نهاية السنة كلكم تدلون بيتي نهاية السنة اللي يجيب الشهادة ناجح إلا من يمي مكافأة مبلغ مالي والله العظيم والله العظيم إذا ما تجيبها ناجح ما والله العظيم سمعة شباب متابعين بس شرف الشهادة ناجح ولا خط أحمر نعم درجات ستينات وفوق ما يخالف بس أهم شيء نجاح نجاح أهم شيء أريد ورقة ما بيها أريد ورقة ما بيها خط أحمر أهم شيء شباب أريد الورقة مثل هاي هذا ما شاء الله كلها ميات وتسعينات انت انت شنو من بشر شباب هسه سمعتوني انا عشرة انا ماشي انا فيها خط احمر ايه والله العظيم وارجع احلف شباب والله العظيم انا على راعي شباب الله شاهد اليوم انا التصوير مو هذا الفيديو بس صدفه تفاجئت بشايفكم بس بضبط شيء يلا يجيبك الشهاده راجع
والله العظيم ارجع احلى. اذا واحد اي واحد منكم يجيني ناجح الى منه مكافاه مبلغ مالي. ما اقول لك ايش عفيه شطوري عفيه ابو عبد الاملاء 10 من 10 عفيه احسنت عم انا اريد شغله واحده اريد سبب مقنع سبب مقنع خليكم ترسبون عوف اللعب ما ما مو انا 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 عندي بس دقيقة خمس هسه لفهمهم كلهم انا اسمع اسمع بس قاعد اشوف احد اسمع عيد عيد ما بس قاعد اشوف احد عم نبتهم الاخر يسولف تفضل لا انا ورا حتى ذاك اليوم ايوه طالب يغلط على المعلم اي والله والله هذا غلط هو فوق ما يعلمك دقيقة احنا نشوف ما يعلمك لا نطلع احنا تعبين علينا ومصرف يعني هاي كلها تعرفونها شباب المفروض انا ما احكيها لهم كلكم هاي تعرفونها هايكم هايكم تعبان عليكم بابا اقعدوا هايكم تعبانين عليكم وهايكم جايين يصرفون عليكم ملابس ويوميه من غبش ليش ايش يعني؟ يلا تفضل تعال تفضل الاخر يريد يحكي تفضل انت ناجح ولا راسي بالبدايه؟ ناجح عافيه السبع يلا ليش راسبي؟ عشان غير نجحت تعبان عليك الف راح لا لا سؤال 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 انت تلعب بالموبايل؟ لا ابدا لا يعني لازم تلعب بالموبايل بس من نصير عنده اطلع هذا يلعب بالموبايل انت تلعب بالشارع تلعب طوب هوايك ويا جماعتك؟ مرات يعني هم يلعب ويا جماعتك بس ناجح يعني مخلي وقت للدراسة وقت للعب انتم ليش هيجي؟ بابا والله العظيم ليش مو بس وقت فاحنا ما اريد نفس هذا الموقف تروحون اسمع اسمع بس انتم هنا ما منظمين الله يساعد المعلم عليكم بالمدرسة اني ليش اقول لكم ادرسوا؟ اهلكم ليش يقولوا لكم ادرسوا؟ المعلم ليش يدرس بيكم؟ العالم الامة العربية كلكم كذا بابا تبوا علي انت ما صفت عصب كاميرا تبوا علي ما تجيبكم غير المدرسة شفتوا هسه المعلم اللي يعلمكم ليش هذا شلون صار مدرس؟ قرا الشباب تحرق القلب انهم هم يعرفون هاي الشغلة هذا حكي كله احنا جاهزة ما تفهمون ليش 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 هاي درجاتك عم نعمة قدر إلى أي شباب هذه معجزة هذه جيراننا هذا معجزة جاي يلا شبابنا طيبين بس الولد عنده هذا الطفل الله يحفظه عنده هم مناشدة ما أعرف شنو تفضل واحد ويانا نصف كسولي خلنا نسمع خلنا نسمع لا يجاوب بس عيد 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 خلنا نسمع يا شباب خلنا نسمع سول واحد ويانا بالصف كسول ولا يجاوب ينبسط كل يوميه واحد كسول عندكم ما يدرس ويوميا ينبسط وانت انت مبسوط ولا لا؟ لا ما مبسوط عافيه صبقوله هسه هذا هو اسمع هسه واحد والله هاي السنه ناجحين يلا قولوا مصلي نادي بيجي يلا